موضوع إنكار النسب ظهر في الآونة الأخيرة، ناس بتتقدم بالدي إن إيه بيتهموا الزوجة بإن هي ارتكبت زنا، وبيتقدم بالدي إن إيه وبيثبت هذا بالدي إن إيه، لكن القانون حسم المسألة ديت بأن الأب إذا أقر بأن الولد ولده في الحالة ديت لا يقبل عكس ذلك أبدا. ومن أهم صور الإقرار أن يتقدم بمادة طلب استخراج شهادة ميلاد للمولود. غالبا اللي بيتقدم لمكتب الصحة واللي بيقبل منه الطلب هو الأب. فأي واحد تقدم إلى مكتب الصحة بيثبت مولود إنه هو ابنه صار ابنه، ولا يجوز إثبات العكس مطلقا. ودي مسألة يمكن اتلخبط فيها ناس كتير من موضوع الدي ان ايه اللي ظهر ومشاكله، لكن ما يعرفوش ان القانون حسمها بان اقرار الاب لا يجوز الرجوع فيه ابدا. ومن صور الاقرار التقدم باستخراج شهادة ميلاد للصغير.